استاذ تامر نبيل، امين عام جمعيه مستثمري البحر الاحمر. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. استاذ تامر، في اعتقاد حضرتك كده، طبعا حضرتك اتفرجت على المشروع اكيد، يعني رحت اتفقدته ولا اكتفيت بالصور بس اللي في التلفزيون؟ احب اوضح لسيادتك ان المسؤولين في الدوله طبعا تحت قياده السيد الرئيس دعوا جميع مستثمري البحر الاحمر من حوالي سنتين ونص او 3 سنين، اثناء ما كان لسه الطور ما كملتش صحيح مساحات بس، ودعوهم لجبل الجلاله. رحنا وشفنا المشروع واتعرض علينا البلان، وان هم عشان ياخدوا راي القطاع الخاص من المستثمرين ويستفيدوا من الخبرات ووجهه النظر كيفيه انها تكون احدث منتجع سياحي او مدينه سياحيه جديده. ودي كانت فكره كويسه من الدوله ان يحصل تواصل ما بين المستثمرين القطاع الخاص والدوله قبل اتخاذ القرار وقبل ان تطبق. واخدوا وجهات نظر كويسه قوي من عندنا وبداوا يدفعوها فعلا حتى تكون النقطه دي منتج سياحي عالي الجوده والطلب عليه. فدي من احب سنتين اتكرر. ونص يا فندم لما تم ايوه دعوتكم من القيادة السياسية ومن القائمين على هذا المشروع هضبة الجلالة، لما قاموا بدعوتكم كمستثمرين ورجال أعمال وقطاع السياحة، إنه زي ما حضرتك قلت تجلسوا وبتتكلموا وتقولوا مقترحاتكم وآرائكم يعني وطلباتكم إيه في هذا المشروع، إيه الحاجات اللي قلتوها وطرحتوها ساعتها وحضرتك النهاردة شفتها موجودة بالفعل على الأرض في هذا المشروع العملاق؟ يعني احنا كانت اول حاجه بنحاول ان يكون المنتج فيه اختلاف شويه عن بقيه منطقه البحر الاحمر نتيجه ان هو متقارب شويه ويبص على البحر الاحمر برضه، فكانت فكره التلفريك انه يصل من فوق من اعلى الجبل لغايه تحت، ان يكون متكامل الخدمات، ما تبقاش فندق فقط لا غير، بل تكون مدينه متكامله، بحيث ان السياح دايما لما بيسافروا اي بلد مش مجرد يقعد في الفندق ويقعد على البحر وخلاص، بيحب يخرج بالليل يروح منتزهات، شوبينج سنترز، منطقه خدمات متكامله. فدي بعض النقاط وهم قالوا فيها هناخدها في الاعتبار في المخطط العام للمنطقه. فاحنا كنا وكان في تواصل، اهم في الموضوع ان يكون في تواصل ما بين القطاع الحكومي والدوله والمستثمرين القطاع الخاص. ده احسن حاجه، وعشان كده نتوقع ان هذا المشروع يكون على مستوى عالي جدا جدا جدا. طيب حاجه سؤال ثانيه بس مهم احب يا استاذ تامر، من فضلك في رايك ايه اللي ممكن يجذب المستثمر سواء المصري او الاجنبي للاستثمار في مشروع هضبة الجلالة؟ بص عليك، هو اللي يشجع المستثمر في اي دوله سواء جبل الجلاله او غير جبل الجلاله هو عدم وجود بيروقراطيه، صحيح، سرعه انهاء الاجراءات بتاعته، كذلك سهوله الدخول في السوق والخروج منه، وده اللي احنا بنتكلم فيه عشان الاقتصاد ينمو. اي واحد هيلاقي بيروقراطيه، هيلاقي فيه فساد، هيلاقي مش هيجي في اي مشروع ما سواء كان سياحي ام صناعي ام اي مجال اخر. فهي دي النقط اللي احنا بنحب يكون فيه سهوله، ان المشروع يكون متكامل ومحدد اللي مطلوب. يعني المستثمر لما بيجي ممكن يكون جاي يستثمر في فنادق، يقول له لا احنا دلوقتي استكفينا في فنادق، نوجه المستثمر يعني نقول له لا ممكن تستثمر انك تبني بيوت سكنيه، لان العمال دول هتكسب اكتر، لان احنا خلاص عشان مع نظريه العرض والطلب. فيكون في فكره متكامله للمشروع وايه المتاح، حتى لا يكون هناك في عرض كتير من الفنادق واكثر من الطلب، ولا في هناك عجز في الخدمات، وده اللي بنعاني منه في بعض المدن السياحيه الاخرى حتى الان. يعني في سبيل المثال الغردقه عندنا كم كبير جدا من الفنادق لكن لا يقابله عدد خدمات زي الشوبينج سنتر، السينمات، المسارح، مش موجوده في الغردقه. فلازم تكون في خريطه متكامله تعرض ايه اللي مطلوب بالظبط حتى تكتمل المدينه، بحيث نيجي مستثمر نوجهه طيب نقول له استثمر في المنطقه الفلانيه. احنا كم عدد الغرف الفندقيه يا فندم اللي تكون موجوده في المشروع ده؟ لا بالحقيقه ما اقدرش اقول لحضرتك، ما طيب. عنديش فكره عن الموضوع ده. طيب السؤال، طب سؤال بقى يعني بمعرفه حضرتك السياحيه، الجذب السياحي للمنطقه دي، يعني السائح بعيدا عن المستثمر بقى، السائح نفسه ممكن يكون موجود في اماكن قريبه ليها كمان، ايه اللي ممكن يخليه يجي يا فندم للمكان ده؟ هي الفكره من المشروع هو وقوع على ارتفاع حوالي 800 متر فوق سطح البحر. فوق سطح البحر. توصل 800 متر تقريبا، هي دي الفكره في حد ذاتها، ان نوع مختلف من السياحه على الجبل من فوق والمنظر دوت من فوق، مع استغلاله انه متصل بالعين السخنه بالبحر تحت عن طريق التلفريك، فهو بيتمتع بالميزتين دي مش متوفره في اي مكان اخر. يكون على قمه جبل فوق ودرجه حراره واختلاف الحاجات دي، الجو البيئي ده كله يختلف عن جو البحر.
هو في نقطه كمان احب اوضحها لحضرتك محدش واخد باله منها، على ان كيفيه القياده السياسيه نظرتها للسياحه بشكل عام، ان احنا عندنا جبل الجلاله وده مشروع منطقه البحر الاحمر مشروع انها كمشته اكثر منه كمصيف، وفي نفس الوقت مدينه العالمين اللي على الساحل الشمالي البحر الاحمر المتوسط. بس والله يا فندم هو برضه هو قريب للعين السخنه، والعين السخنه بتطرح مشته ومصيف. يعني انا قصدي ايه، ان هو ماشي باتجاه النقطه كانت فيها يا فندم، يعني من ضمن المقترحات اللي احنا لما احنا جبل الجلاله وطلبنا من المسؤولين انهم يعتنوا بالساحل الشمالي. ليه؟ احنا عندنا البحر الابيض المتوسط منتج بتبيعه دول كتير في العالم زي اسبانيا ايطاليا كل الميديترينيان كل الدول بتقع على البحر الابيض، واحنا عندنا سواحل كرمال وكموقع واجهتنا على البحر الابيض يعني احسن منهم بكتير، واحنا مشهورين بالبحر الاحمر فقط وليس البحر الابيض. طب احنا سايبين البحر الابيض ليه؟ البحر الابيض ده منتج الدول كلها بتبيعه، واحنا ما عندناش سياحه خارجيه على البحر الابيض، يعني تركيا كلها عايشه برضه على البحر الابيض وكذلك. فبالتالي طلبنا ان هم يهتموا، وفعلا في الحال تم توجيه التعليمات القياده السياسيه للعالمين وتخطيط متكامل، وبدات واكثر من شركه عالميه فندقيه واخده فنادق في العالمين، والعالمين دي هتبقى مشروع سوف ينافس لا يقل عن دبي او شفنا التخطيط وحاجة. فده شيء مفرح ان احنا بنعمل تنميه في البحر الاحمر عن طريق مشروع جبل الجلاله، وكذلك في البحر الابيض المتوسط مشروع العالمين، مشروعين طالعين في منطقتين بيشجعوا السياحه الخارجيه، يعني ايراد للدوله من العمله الصعبه، يعني منتجين جداد بيتباعوا في مجال السياحه. يعني عند بدل عندنا بس سياحه الشواطئ او السياحه الثقافيه او السياحه التاريخيه، اصبح عندنا منتجين جداد زي العالمين دول. طبعا هيكون في حجم زياده متوقع زياده في عدد السياح لمصر بزياده عدد المنتجات السياحيه. حاجه ثانيه ما احب معلش ما طولت على سيادتك، زيارات السيد الرئيس المتعدده لجبل الجلاله وما يتبعه من اعلام، ده بيدي دعايه جامده جدا للمكان قبل ما يبتدي، وده حد ذاته تسويق جيد للمشروع سواء المشروع ده او مشروع العالمين. سؤال اخير ليك يا استاذ تامر، علشان بس الجهود دي كلها والمجهود الجبار الحقيقه للشركات والعمال المصريين والناس دي والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه طبعا اللي بتشرف على كل هذا المشروع، عشان كل هذه الجهود ان شاء الله يا رب تكلل بالنجاح، سؤال بقى برضو يعني سياحي تسويقي لحضرتك، ما الذي نحتاج لعمله لتسويق هذا المنتجع عالميا؟ نحتاج ان القيادات في الدوله تقعد مع القطاع الخاص، تقعد مع القطاع الخاص، القطاع الخاص من قطاع طيران، شركات سياحه، لن يتم التسويق الا بوجود القطاع الخاص، هو اللي عارف السائح الاجنبي طالب ايه، احتياجاته ايه، كيفيه التنسيق، كيفيه التعاون. شركات السياحه، التور اوبريتورز بره، مش اللي بره يا فندم، اللي بره بيمثلوا وكيل مصر. يعني هنا في مصر في وكلاء متخصصين مثلا في السوق الياباني، ناس ثانيه متخصصه في السوق الالماني، ناس ثانيه متخصصه في شرق اوروبا. هذا الكم من الشركات المصريه اللي هم عندهم خبرات في العمل في هذه الاسواق، مع وجود طيران، لن تقوم سياحه في اي منطقه من غير طيران. فنمره واحد لازم يكون في بعد في الاقتصاد، ان انا لازم افتح طياره. حتى لو اول سنه خسرت جزء من المال كطيران، لازم الدوله تدعمه، لان هيجيب لي سياح، يعني هيجيبوا عمله صعبه سوف تعادل هذه الخساره من الطيران كسنه اولى. مش لازم يكون الطيران من اول سنه هكسب، لا يمكن، مفيش مشروع من اول يوم بيكسب. ولكنه انا بحطه على الخريطه العالميه، بفتح طياره، بعمل لها دعايه، بسوق في الاسواق عن طريق القطاع الخاص، بيبتدوا السياح يجوا، اول سنه بيكون عدد وخلال التسويق برضو يا استاذ تامر ممكن نعتمد على زي ما حضرتك قلت، يعني فكره برضو احنا كده عندنا مثلا ادد فاليو او عندنا قيمه مضافه، فكره انه المشروع ده 800 متر فوق سطح البحر، فدي تجربه مختلفه لاي سائح، التنوع في الانشطه اللي موجوده هناك، كل حاجه تقريبا موجوده هناك، يعني انا عندي الحقيقه مزايا كتير اقدر استخدمها وانا بسوق المشروع ده. مظبوط يا فندم، مظبوط، ونتمنى التوفيق ان شاء الله، ويكون في تواصل زي ما في البدايه حصل تواصل مع القطاع الخاص من المستثمرين واخذوا الافكار والطلبات وبداوا فعلا يشتغلوا عليها، ان يتم هذا التواصل في النهايه في التسويق، المرحله الثانيه باذن الله انها يتم تسويق قبل فتح المشروع باذن الله على اقل سنه، تسويق عالمي عن طريق الوكلاء بالتنسيق في كل دول العالم، ويتم فتح طيران، يتم فتح طيران. بدون طيران لن تاتي السياحه، فبالتالي لازم نسوق قبلها بسنه، يتعمل دعايه عالميه صحيح عن طريق كل بلد
شركه دعايه مختصه، لان يعني التسويق للزبون في اسيا يختلف اختلاف كلي. الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي يا استاذ تامر لو اتدفع فيها فلوس مش خساره ومش غلط، يعني لو اضطرينا ان احنا نعمل يعني علاقات مباشره مع شركات بره، شركات دعايه او شركات بي ار بره تسوق لنا المنتجع ده، ده شيء صح جدا، يعني مش رفاهيه، لانه المشروع ده مشروع كبير وضخم ومشروع جديد وفي منطقه ربما جديده، انا بعمل مشروع كامل في الجبل، فيعني فدي حاجه الحقيقه محتاجه جدا فعلا تضافر كل الجهود، واكيد دخول القطاع الخاص كمان ان شاء الله في التسويق ليها. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ تامر نبيل، امين عام جمعيه مستثمري البحر الاحمر. خلينا نروح الى خبر